بون السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو نديرو هذا ليكزرسيس صغير. قال لك كالكولي لا ديفيرونسيال توتال دوردر 1 اي 2 دو لا فونكسيون سويفون. لا فونكسيون هي اف لي اكس يغراك ايغال ال ان اكس اكس كاري بلس يغراك كاري. هذه نحسبوا لها لا ديفيرونسيال توتال دوردر 1 اي 2. La différentielle totale d'ordre 1 et 2, عندهم des lois et qui fâche عندهم قوانين نحسبو pour la différentielle totale d'ordre 1 نحسبو f prime x ou f prime y ou كي نلقاوهم نعوضوهم في هذه العبارة اللي هي df égale f prime x fois dx plus f prime y fois dy. Voilà. Donc, nous avons différentiel total d'ordre 1. Nous avons le zouj en temps. Nous avons le différentiel total d'ordre 2. Ou nous avons le différentiel total d'ordre 2. Bon, nous avons f prime x. F prime x. F prime x هي d. D ln x كاري plus y كاري sur dx. يعني العبارة هذه نشتقوها بالنسبة ل x. يعني نشتقو x و y ندوه constant. كيفاش نشتقو؟ مشتق ln. ln دالة هو نذكره بالقانون ألان U. هذه المشتق تاعها هو ألان هو U فتحة على U. دونك U فتحة يعني مشتق هذا مشتق X كاري 2 X مشتق Y كاري هو صفر. علاش صفر؟ باسكو هنا نشتقو في الإكس Y ندوه كونستون دو عدد ثابت سير دالة نفسها سير إكس كاري بلس إيغراك كاري. بون والآلان تروح كامل في الاشتقاق. يعني هذه هي المشتقة تاعنا. دوكا نحسبو إف بريم لي إيغراك. إف بريم لي إيغراك هي دي سير دي إكس سير دي إيغراك باردون تاع ln x كاري بلس y كاري ايغال ln بنفس القانون ln u هو افتحة على u. هنايا هنا نشتقو في y يعني x كونستون. دونك مشتق x كاري هو الصفر مشتق y كاري هو 2 y 2 y سير x كاري بلس y كاري. فوالا. Donc, كين عوضو هذه هنايا وهذه هنايا كيفاش تخرج لنا لا ديفيرونسيال توتال دوغدر 1 تاعنا؟ تخرج لنا دي اف ايغال اف تحالي اكس اف تحالي اكس هايك دو اكس سو اكس كاري بلوس ايغال كاري فوا دي اكس بلس اف تحا ايغراك فوا دي ايغراك اف تحا ايغراك هايك هايك دو ايغراك سور اكس كاري بلس ايغراك كاري فوا دي ايغراك. هذه هي لا ديفيرونسيال توتال دوغدر ان تاعنا. دوكا نحسبو لا ديفيرونسيال توتال دوغدر دو. La différentielle totale d'ordre 2, qui fait n'hasbo f de prime x carré ou n'hasbo f de prime y carré ou n'hasbo f de prime x y ou n'hasbo f de prime y x.
كي نلقاوهم نعوضوهم في القانون تاع دي كاري اف ايغال اف دو بريم اكس كاري فوا دي اكس كاري بلوس اف دو بريم ايغراك كاري فوا دي ايغراك كاري بلوس اف دو بريم اكس ايغراك فوا fois dx dy plus f de prime yx fois dy dx. Voilà, tout simplement. Donc, on a f de prime x carré. F de prime x carré, il y a d sur d. X تاع df sur dx هكذا. دونك d sur dx تاع df sur dx df sur dx هايك هايك نعوضوها 2x sur x كاري plus y كاري. هذه نشتقوها بالنسبة ل x. هذه المشتقة هي هذه هي كسر يعلى في مشتق مقام 2x و 2 في x كاري بلس y كاري 2 x كاري بلس y كاري موا 2x فوا اشتقاق تاع تاع المقام اللي هو 2x 2x فوا 2x اللي هو 4x كاري. علاش مشتق هذه هو 2x؟ باسكو الاي جراك رانا دينها كوم رانا دينها كوم ان كونستون، يعني كونستون المشتق تاعها هو الصفر سير اكس كاري بلس اي جراك كاري الكل مربع. هذه اللي هي 2x مربع، هذه كي نوزعو 2x مربع ناقص 4x مربع اللي هي ناقص 2x مربع 2 نوزعو على y كاري اللي هي بلس y كاري بلس 2y كاري فوالا سور x كاري بلس y كاري فوالا. وكان نحسبو f دو بريم y كاري f دو بريم y كاري اللي هي f دو بريم y كاري اللي هي d سير دي y تاع دي اف سير دي y واللي هي d سير دي y تاع دي اف سير دي y وراهي هاياك اللي هي 2 y سير x كاري بلوس y كاري. المشتق تاعها انا نشتقو في الاي هنا يعلى في، يعني قانون تاع المقام، قانون اشتقاق تاع المقام تاع تاع الكسر. مشتق البسط 2 y مشتق تاعها هو 2، انا نشتقو في الاي 2 في x كاري بلوس y كاري موا 2 y فوا مشتق تاع هذه، مشتق تاع هذه هو 2 y والاكس صفر باسكو كونستون، انا نشتقو في الاي ناقص 2 y في ناقص في 2 y هي 4 y كاري سير x كاري بلس y كاري الكل مربع ايغال 2 x كاري نوزعو 2 2 x كاري بلس 2 y كاري موان 4 y كاري سير x كاري بلس y كاري الكل مربع. هنايا 2 اكس مربع زائد 2 y كاري ناقص 4 y كاري هي ناقص 2 y كاري سير x كاري بلس y كاري الكل مربع. فوالا دوكا واش بقالنا؟ بقالنا نحسبو اف فتحتين ل اكس واف فتحتين ل اكس.
اف تحتين ني اكس ايغراك اللي هي دي سير دي اكس تاع دي اف سير دي ايغراك تساوي دي سير دي اكس تاع دي اف سير دي ايغراك شحال هاياك هي دو ايغراك سير اكس كاري بلس ايغراك كاري دو ايغراك سير x كاري بلس y كاري فوالا هذه نشتقوها بالنسبة ل x راهي u على v يعني مشتق البسط هو الصفر باسكو نشتقو في ال x y كونستون صفر فيها في المقام هو صفر ناقص نكتبوها من قبل معليش البسط في المقام في مشتق المقام مشتق المقام هو 2x علاش 2x الإيغراك كاري مشتق تاعها هو الصفر باسكو نشتقو في الإكس والإيغراك كاري كونستون ثابت دونك دو إيغراك فوا دو إكس اللي هي كات إيغراك إكس على إكس كاري بلوس إيغراك كاري الكل مربع فوالا هذه موان كات إيغراك إكس دوكا بقى لنا الاخر نحسبوا اف تحتين لي اي اكس اللي هي دي سير دي اي تاع دي اف سير دي اكس فوالا دي سير دي اي دي اف سير دي اكس دي اف سير دي اكس هاياك اللي هي دو اكس سير اكس كاري بلس اي كاري هذه كي نشتقوها بالنسبة لإيكراك البسط المشتق تاعو هو الصفر علاش رانا نشتقو في الإيكراك إكس كونستون يعني هذا كامل يولي ثابت اثنين ثابت والإكس تولي ثابتة يعني مشتق ثابت هو الصفر الصفر في المقام هو الصفر ناقص نكتبوها من قبل البسط في مشتق المقام مشتق المقام هو اثنين إيكراك علاش اثنين إيكراك إكس كاري كونستون تروح بالصفر و إيكراك كاري مشتق تاعها هو 2 إيكراك يعني 2 إيكراك في 2 إكس هي 2 هي 4 إكس إيكراك إكس كاري بلوس إيكراك كاري الكل مربع فوالا رانا نشوفو بلي هذي رانا نشوفو بلي اف دو بريم إكس إيكراك مع اف دو بريم إيكراك إكس راهم متساويين موان كات إيكراك إكس وهنايا موان كات إكس إيكراك كيف مهم كيف على إكس كاري بلس إيكراك كاري كل مربع هادو رانا نشوفو فيهم كيف دوكا نجو نكتبو القانون تاعنا تاع القانون تاعنا هاوك القانون تاع لا ديفيرونسيال توتال دوغدغ دو d carré f égale f تحتين x carré fois dx carré f تحتين x carré شحال لقيناها هاياك موان 2x carré plus 2y carré موان 2x carré plus 2y carré sur x carré plus y carré بس اثنين هذه فوا دي اكس كاري بلس هذه دو اكس كاري موان دو ايغراك كاري سير اكس كاري بلس ايغراك كاري براي دو اكس كاري موان دو ايغراك كاري سير x كاري بلس y كاري الكل مربع فوالا هنا الكل y كاري الكل مربع فوالا هذه فو دي y كاري بلس هنايا كي يكون احنا نقدروا نكتبوا في زوج قال لك افتح حتى x y فو دي x دي y
بلوس اف تحتين لي ايغريك اكس فوا دي ايغريك دي اكس. احنا كيما في هذا الكا بار اكزومبل عندنا دي اف دي دي اف سور دي اكس دي ايغريك ايغال دي اف سور دي ايغريك دي اكس، يعني اف دو بريم اكس ايغريك ايغال اف دو بريم ايغريك اكس. في هذا الكا كي تخرجوا في هذه الحاله ماشي لازم نورمال، تحبوا اكتبوهم في زوج هكذا ولا تقدروا تكتبوهم بهذه الطريقه اثنين في دي دي اكس اثنين في وحده فيهم، يعني اثنين في ناقص ربع ايغريك اكس سير اكس كاري بلس ايغريك كاري كل مربع فو دي اكس دي ايغريك نورمال. تكتبوها خطرة بصح وشنو ضربوها بزوج كي يكونوا متساويين، كي يكونوا ماشي متساويين اكتبوها بهذا القانون كل وحده وحدها، كي يكونوا متساويين اكتبوها هكذا باش تنقصوا على روحكم باش يكفيكم الوقت كي تكونوا تحلوا في التست ولا في ليكزام. فوالا ما يهمش ولا دوك ما في هذا الكامام ويخرجوا لكم كيف كيف وتنساو تكتبوا لهم بالقانون هذا هكذا تكتبوهم في زوج نورمال يحسبوا لكم صحيحه ماشي بون. هذا هو ليكزومبل تاع اليوم وان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتوا فيه والسلام عليكم.